بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. نبوات يوم الاربعاء من الاسبوع السادس من الصوم الكبير من سفر الخروج لموسى النبي بركاته علينا امين. وكلم الرب موسى قائلا: ادخل الى فرعون فاني قد قصيت قلبه وقلوب عبيده لكي تاتي عليهم اياتي واحده بعد الاخرى لكي تخبروا في مسامع أبنائكم وأبناء أبنائكم بكل ما ضربت به المصريين وآياتي التي صنعتها بهم فتعلمون أني أنا الرب. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له: هذا ما يقوله الرب إله العبرانيين: إلى متى تأتي تأبى أن تستحي مني؟ أطلق شعبي ليعبدني، فإن أبيت أن تطلق شعبي فها أنا أجيء في هذا الوقت غدا بجراد كثير على جميع تخومك فيغطي وجه الأرض ولا تستطيع أن ترى الأرض، ويأكل الفضلة البقية التي أبقاها لكم البرد، ويأكل جميع الشجر النابت لكم في الأرض، فيملأ بيوتك وبيوت عبيدك وجميع البيوت التي في كل أرض مصر. ذاك الذي لم يرى آباؤك مثله قط ولا آباء آبائهم منذ يوم أن سكنوا في الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. فقال عبيد فرعون له: إلى متى تكون لنا عثرة؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم. أما تعلم أن مصر قد خربت؟ فرجع موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى: نذهب نحن وشبابنا وشيوخنا وأبناؤنا وبناتنا وغنمنا وبقرنا، لأنه عيد الرب إلهنا. فقال لهم: فليكن هذا الرب معكم، وكما أرسلكم ومقتنياتكم انظروا إلى قدامكم شرا، ليس هكذا ليذهب الرجال ويعبدوا الله، لأن هذا هو الذي تطلبونه. فطرد من أمام وجه فرعون. فقال الرب لموسى: مد يدك على أرض مصر فيصعد جراد على الأرض ويأكل كل عشب الأرض وكل ثمر الشجر الذي يبقى في البرد. فرفع موسى عصاه نحو السماء فجلب الرب ريحا جنوبية على الأرض كل ذلك النهار وكل ذلك الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الجنوبية الجراد وأصعدته على كل أرض مصر، وحل على جميع تخوم مصر كثيرا جدا، ولم يكن مثله من قبل ولا يكون مثله من بعد. وغطى وجه الأرض وأتلف الأرض، وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي بقي من البرد. لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في كل عشب الأرض في كل أرض مصر. فبادر فرعون واستدعى موسى وهارون قائلا: أخطأت إلى الرب الإله وإليكما، فالآن اصفح عن خطيتي هذه المرة أيضا وصليا إلى الرب إلهكم وليرفع هذا الموت عنا. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فنقل الرب ريحا شديدة من البحر وحملت الجراد وطرحته في البحر الأحمر، فلم تبقى جرادة واحدة في كل أرض مصر. وقص الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء فيكون ظلام على أرض مصر، ظلام يلمس. فمد موسى يده نحو السماء فصار ظلام يلمس في كل أرض مصر 3 أيام، فلم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مضجعه 3 أيام. أما بنو إسرائيل فكان لهم النور في كل مكان سكنه بنو إسرائيل. فدعا فرعون موسى وهارون قائلا: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، غير أن غنمكم وبقركم استبقوها ومقتنياتكم فلتنقل عنكم معكم. فقال موسى: لا، بل وأنا
وأنت تعطينا ذبائح ومحرقات نصنعها للرب إلهنا، وتذهب مواشينا معنا، لا نبقي منها حملا، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب إلهنا حتى ندخل إلى هناك. وقص الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم. وقال فرعون: اذهب عني واحذر، فلن تعود بعد ترى وجهي، إنك يوم تراني تموت. فقال موسى: إنك قلت إني لا أعود أيضا آتي أمامك. وقال الرب لموسى: ضربة واحدة أنا أجلب على فرعون وعلى مصر، وبعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا وكل شيء معكم. فتكلم سرا في مسامع الشعب أن يطلب كل واحدا من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب شيء وثياب. وأعطى الرب نعمة لشعبه أمام المصريين، فأتمنوهم. أما الرجل موسى فصار عظيما جدا أمام المصريين وأمام فرعون وأمام عبيده. قال موسى: هذا ما يقوله الرب، إني في نصف الليل أدخل في وسط مصر، فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على العرش إلى بكر الجارية الجالسة عند الرحى إلى بكر كل بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر، ولم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا. أما بني إسرائيل فلا يعوي كلب بلسانه على إنسان ولا بهيمة، لكي تعلم بكل شيء ويتمجد به الرب بين المصريين وبين إسرائيل. فنزل جميع عبيد هؤلاء وسجدوا لي قائلين: امضي أنت وشعبك هذا الذي أنت تسير أمامه، وبعد هذا امضي. فخرج موسى من لدن فرعون بغضب، وقال الرب لموسى: إن فرعون لا يسمع لكما حتى أكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر. وصنع موسى وهارون هذه الآيات والعجائب أمام فرعون، وقص الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلق بني إسرائيل من أرض مصر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الآباد كلها، آمين. من سفر أشعياء النبي بركات علينا آمين. اذكر هذه يا يعقوب ويا إسرائيل، فإنك أنت عبدي، قد جبلتك عبدا لي. وأنت يا إسرائيل لا تنساني، قد محوت أثامك مثل سحابة وكالغمام خطاياك. ارجع إلي لأني فديتك، ترنمي أيتها السماوات، لأن الرب قد رحم إسرائيل. اهتفي يا أعماق الأرض، أشيدي بالترانيم أيتها الجبال والأكام والغابات التي فيها، لأن الله قد افتدى يعقوب وفدى إسرائيل، وفي إسرائيل يتمجد. هكذا يقول الرب الإله: فاديك وجابلك من البطن، وأنا هو الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي وباسط الأرض، من معي؟ مبطل آيات الكذبة ومحمق العرافين ومرجع الحكماء إلى الوراء ومجاهل مشورتهم، مقيم كلام عبدهم وجاعل مشورة رسله برا، القائل لأورشليم: ستعمرين ولمدن يهوذا ستبنين ولبراريها ستزهرين، القائل للجة: انشفي وأنهارك أجفف، القائل لكورش: إنك تصير حكيما وتصنع كل مسراتي، القائل لأورشليم: ستبنين وبيتي المقدس أؤسسه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الآباد كلها، آمين. من أمثال سليمان الحكيم بركات علينا آمين. إذا كنت أذكر دوما للساكنين تحت السحاب وأتكلم بهذه: الرب قناني منذ الظهر من البدء أعماله، قبل أن يصنع شيئا منذ الظهر أسسني، من البدء قبل أن يخلق الأرض، إذ لم يكن غمر
وإذ لم يكن ينابيع المياه، قبل أن تقررت الجبال وقبل جميع التلال أبدئت. الرب صنع الأرض ولم يكن فيها للسكن ولا الزوايا التي تحت السماء لم تسكن. لما ثبت السماوات كنت معه، ولما رسم عرشه على الرياح، لما ثبت السحب من فوق، ولما جعل الينابيع التي تحت السماء ثابتة، عندما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه كلمة فمه، ولما ثبت أسس الأرض كنت معه هناك صانعا، وكنت كل يوم لذته وفرحه دائما قدامه. وكان فرح لما أكمل، وكان يفرح ببني البشر. الآن يا ابني اسمع لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا الحكمة وكونوا حكماء ولا ترفضونها. طوبى للإنسان الذي يسمع لي، وللرجل والحافظ طرقي الساهر عند أبوابي، كل يوم حافظا قوائم أبوابي، لأن طرقي حياة ورضا معد من قبل الرب. والذين يخطئون إلي يؤثمون إلى أنفسهم وحدهم، ومبغضية يجنون الموت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الأباد كلها آمين. من سفر أيوب الصديق بركاته علينا آمين. فأجاب أليه وقال: اسمعوا أيها الحكماء والذين تعرفون أن تنصتوا للخير، فإن العقل الأذن يخبر الأقوياء الأقوال كما يذوق الحنك الطعام، لنبحث الدعوة فيما بيننا ونعرف بين أنفسنا ما هو طيب. لأن أيوب قال: إني بار لكن قد رفض حقي، وكذب دعواي، جرحي عديم الشفاء من دون ذنب. أي رجل كأيوب يشرب الهزل وكالماء، ويمشي مع فاعل الإثم، ويسلك مع ذوي النفاق. فقد قال إنه لا ينفع الرجل كونه مريضا لدى الله. لذلك اسمعوا لي يا أولي الألباب، حاشا لله من النفاق وللقدير من الجور، فإنه يجازي البشر على حسب أفعالهم، وينيل الإنسان على حسب سبيله. أتظن أن الله يصنع جورا والقدير يعوج القضاء؟ الذي صنع الأرض من الذي أسس ما تحت السماوات وكل ما فيها، إنه لو استرجع إليه حكمته واستضم إليه روحه ونسمته لفاضت روح كل جسد في الحال، وعاد الإنسان إلى التراب حيث جبل. إن كنت لم تتعلم فاسمع هذا واصغى إلى أقوالي، ألعل من يبغض يتسلط؟ أما البار العظيم يستذنب القائل للملك: إنك مخالف؟ والعظماء يا منافقون، الذي لا يحابي الرؤساء ولا يخزيه أحد من العظماء، لا يؤثر كرامة الأقوياء ولا يحابي وجوههم، يوقفهم أمامه فارغين إذا ما صرخوا ليطلبوه. لأن الرجل المخالف يؤخذ ظلما، لأنه ناظر إلى أعمال البشر، لا يخفى عليه شيء مما يعملونه كما يخفي عليه مكان عملهم الشر. لأنه لا يتكل على إنسان، فإن الرب ناظرا لكل أحد، الذي يدرك الأعماق والأعمال الفائقة والعجائب غير المحصاة، الخبير بأعمالهم، ليقبلهم ليلا فينصحكون. يضرب المنافقين في مكان الناظرين، فإنهم أدبروا عن ناموس الله وبره ولم يعرفوه، ولم يبلغوا إليه صراخ المسكين، وهو يسمع صراخ البائسين. فإن كان هو أراح فمن يقاصص؟ وإن ستر وجهه فمن ينظرهم؟ وهو على الأمم وعلى جميع البشر، حتى لا يملك الفاجر ولا يكون شركا للشعب. القائل للقوي: هل احتملت ما لم أبصره؟ فأرنيه أنت. إن كنت قد فعلت إثما فلا أعود أفعله. هل كرأيك يجازيه لأنك رفضت
فأنت تختار لا أنا، وبما تعرف تكلم. ذوو الألباب يقولون لي، والرجل الحكيم الذي يسمعني يقول: فإن أيوب يتكلم بلا معرفة وكلام ليس بتعقل. فليت أبواب أيوب كان يمتحن إلى الغاية من أجل أجوبته كأهل الإثم، لكنه أضاف إلى خطيته معصية يصفق بيننا ويكثر كلامه أمام الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الآباد كلها آمين.